السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. تكون فرحانين بالصحة والسلامة واللي كتمناو. اليوم غنهضروا على الإصابات العضلية والأنواع ديالها وطرق العلاج ديالها والوقاية. الإصابات العضلية هي مجموعة من الأضرار على مستوى الألياف العضلية والأوتار اللي شادة بالعضلة والعظم. دونك هي كتكون بنسب متفاوتة، تقدر تنتج عليها تمزقات على ولا زروقيه كتخرج لنا على حسب الضرر ديال العروق ديالنا، والم بالنسبه للتهيج ديال النهايات العصبيه على مستوى التمزق. الانواع الاصابات العضليه عندنا اربعه انواع بنسب متفاوته. عندنا اول نوع لا كرامب مسكولار، كتقدر تجينا كنكونوا في الجهد العضلي تزير علينا في خدمة دغيا ولا لا كرومب، يعني حتى في الليل كتشدنا، دونك هي اللي كتشفقنا بعض المرات. هذيك ما كيكون فيها الم ولكن ما كتاثرش على الفونكسيونمون ديال العضله، والحركه ديال المريض ما كتاثرش على الحركه ديالو. الاصابه الثانيه كنقولوا لها ليلونغاسيون، تمدد ديال الالياف العضليه. هي هذاك كتكون فيه الم ولكن عند ملامسه ديالها ولا ملي كدير تمدد العضله، ولكن ما كتأثرش على الحركة المريض. النوع الثالث هما لي ديشيغور، تمزقات عضلية كيكون فيهم ألم شديد وكيكون كدمات كيكونوا باينين، زروقية كتكون باينة وكيتأثرش على المريض، كيأثروا عليه الحركة ديالو. النوع الرابع كيكونوا هما لي روبتور سواء بارسيال نسبية سواء بين العضلة والغشاء ديالها، دونك تنسيغسومي اوبوني فوتيك. هادو كيأثرو لينا على الحياة اليومية ديال المريض، كيكون ألم شديد كياخد داك الساعة الأدوية هذا، وهادو كيتختلفو بالنسب على حسب الجهد وعلى حسب الخطورة الإصابة. هناك مجموعة من الطرق باش أننا نقيو راسنا من الإصابات العضلية، منها شرب الماء. الناس بزاف كيهملوا هذه القضيه هذه، يعني حنا اون بيرسون نورمال كيخصو بين 30 مليلتر لكل كيلو في هذا. على سبيل المثال واحد اللي خصو اللي كيوزن 60 كيلو خصو تقريبا لتر و80 سنتيلتر. النقطه الثانيه هي اثناء وبعد الجهد البدني كنفقدوا بزاف ديال الاملاح المعدنيه، دونك كنصحوا بزاف خصنا نعوضوا ذاتنا بالفوسفور، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، دونك باش نعوضوا داك الخصائص اللي كيخرج عندنا الجهد البدني. النقطه الثالثه اللي هو النوم خصو يكون كافي وما يكونش متاخر. دونك بزاف الناس كيقول لك انا نعس 8 السوايع ولكن غنعس حتى 3 الليل، دونك 3 وغتعوضها ب 8 حتى 11، ماشي ذاتك ما كتكونش لي زغمون ديالنا ما كيكونوش سيكريتي، دونك لا سيكريسيون معروف الوقت ديالهم ماشي دائما 10 الليل. دونك هنا كنصح انا بزاف الناس خصهم يانسيستو على هاد القضيه ديال النوم. النقطه الرابعه هما الاحماء قبل التمارين، دونك خاص نعطيو الوقت الكافي للعضلات باش انهم نوجدوهم الجهد البدني. وفي فصل الخريف والشتاء كتكون مده الاحماء اطول، حيت كيكون الجو بارد كيخصنا نعوضوا نوجدوا الدش ديالنا للجهد اللي يكون زايد. النقطه الخامسه نحاولوا نخدموا على لا ريسبيراسيون ديالنا ابدومينال، دونك ندخلوا الشهيق وزفير يكون بروفون، دونك ندخلو النفس عن طريق الانف ديالنا بروفون، نحل الصدر ديالي وزفير حتى الاخر حتى الاخر، باش كنحاول خصوصا اثناء وبعد الجهد البدني باش كنحاول نعاون ندخل الاكسجين ديالي لجميع الانسجه اللي كاين في الدرج ديالي، باش كنوصل اش كي الاكسجين كيعاوني في لا ريكوبيراسيون من بعد باش ما كنطيحوش في هاد الاخطاء هادو. نقطه اخرى بالنسبه للناس اللي كتمارس الجري بزاف، خاص نكونوا متوفرين على احذيه ملائمه بو ايفيتي داك لي تكنوباتي الدق بين الجسد ديالنا مع الارض. هاد لي شوسيو هما لي سومير كيكونوا خصهم يكونوا مزيانين دو كاليتي دو بون كاليتي، ما يكونوش مسوحين ما يكونوش مايلين شي شويه، باش كنحافظوا على الكاحيل، طونو داشيل ديالنا، الركبه، الظهر. الطريقه الاولى هو الكلاصاج،
هذا خصو يتار خصوصا في الساعات الاولى من الاصابه عن طريق فيسي دو غلاس، ولا يكون عندنا فوطات صغيرين فازكين دايرين في الكونجيلاتور نخرجوها نرشا شويه بالماء تلق راسها ونحطوها على الموضع اللي فيه تمزق تما باش كنحاولوا نهدئوا الالم. وهو الثلج عنده فوائد كثيره، منها كيحبس لينا التمزق ديال الاوعيه الدمويه، منها كيعطينا انفلونسيا في المطور كيطيح لينا الالتهاب في موضع التمزق على ود الالم. ممكن الالم، وإذا كان الالم كثير ناخذ غير باراسيتامول ما ناخذوش مضادات الالتهاب خصوصا بعد الاصابه مباشره من بعد الاصابه العضليه. النقطه الثانيه هي نحاولوا نجمعوا اون بوند نديروها في موضع التمزق، نديروا اون ليجير كومبريسيون ما نزيروش بزاف ليجير كومبريسيون باش كنخليو الانتفاخ يبقى قليل. وثاني كان الله يسر شي تمزق ديال الاوعيه الدمويه ما كيكونش كبير، دونك كنحاول نليميتيو داك لي ماتوم اللي كيكون عندنا تكدمات. النقطه الثالثه هو نحاولوا مثلا الا كانت الاصابه في الرجل نهزوها فوق واحد النعس على الظهر ونهزوها فوق واحد جوج ولا ثلاثه الوسادات باش كنخليو الالم يهبط، او الا كانت في اليد نحاول نريحوها فوق شي حاجه ما نخليوهاش يطيحها، دونك باش حتى الانتفاخ تاع الالم كيكون قليل. والنقطه الرابعه هو لو غوبو، الا كانت اصابه كبيره نحاولوا في الا كانت تستدعي الضروره، الا تستدعي الضروره الا كانوا النوع الاصعب نقدروا كنعاودوا بديبيكي من بعد 48 ساعه عاد كنقدروا نحددوا نوعيه الاصابه ومده الغياب ديك الساعه مع وضع ان بروتوكول اللي كيكون بين الطبيب والمعالج. نصيحه اليوم ديال الناس اللي ما كانوش كيديروا الرياضه قبل رمضان، حنا دابا في وسط رمضان كنصح الناس ما يطلعوش في لانتونسيتي ديال لي زونطريمون باش يتفاداو بنسبه كبيره الاصابه العضليه. وفي حاله لا قدر الله وقعت الاصابه العضليه ممنوع 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 نديروا مساج، وحنا مازال ما حددناش النوعيه ديال الاصابه.